اهلا بحضراتكم. دايما بنحرص في هذا الصباح انه يكون معانا يعني بقدر الامكان فقرات فنيه نستضيف فيها فنانين في كل المجالات، والنهارده معانا احد الفنانين التشكيليين اللي ليه مشوار طويل الحقيقه في الفن التشكيلي وفي تاريخ الجوائز وفي تواجده على الساحة الفنية مش بس في مصر لكن على مستوى العالم أيضا، الفنان عبد الرازق عكاشة. هو الحقيقة فنان. صباح الخير أولا. صباح الخير. خليني أقول بس بعض المعلومات السريعة. حضرتك مقيم في فرنسا وعضو بإدارة صالون الخريف في باريس، كان ليك معارض كتير تقريبا في 28 بلد وحصلت على 18 جائزة دولية آخرهم جائزة من الأرجنتين. تمام. خلينا نتكلم عن بداية مشوارك. حضرتك خريج فنون جميلة في مصر ولا في من بلد تانية ولا مش فنون جميلة خالص؟ لأن الفن مش محتاج شهادة الحقيقة. لا، أنا درست فنون جميلة حرة في مصر، ودرست في باريس فنون جميلة في كلية فنون جميلة في باريس. تمام. وهم مش 18 جايزه، هم 32 جايزه، هم اللي على الموقع 18. ايوه، قبل التجديد. ايوه، هم 32 جايزه ما بين تكريم عالمي وما بين تكريمات من رؤساء دول ورؤساء مهرجانات. وكانت اول جايزه او يعني اللي كانت اول شيء حدث كبير ليا هي حصولي على دبلومه الفنون الجميله من جاك شراك 1995 في باريس. في مقر بلدية باريس. تمام. وبعد كده توالت الجوائز وتوالت الرحلة. طيب، وجودك في فرنسا كان بسبب انه فرنسا يعني بلد النور والفن والحركة الفنية هناك مهمة ومؤثرة، ولا لأسباب أخرى يعني بسبب طبيعة الدراسة هناك؟ لا، أنا من طفولتي حابب أكمل في فرنسا. يعني عارفة أبناء الدلتا كلهم عندهم هوس بمحمود مختار. محمود مختار هو رمز كبير للعقل الجمعي للثقافة المصرية، لأن محمود مختار هو جمع ما بين ثقافة الفنان والثقافة السياسية المصري. واحد من قوات ثورة 19، من مناصري سعد زغلول، فعمل حراك ذهني عند المثقف المصري في الدلتا. فبما أني موجود في الدلتا المصرية من الطفولة، قدامنا صورة أم كلثوم ومحمود مختار، كل الناس اللي عملوا حراك في العقل الجماعي المصري. فبالتالي كان عندي هوس أن أسافر فرنسا أكمل تعليمي وأكمل دراستي وأحصل على الجنسية الفرنسية. وبعد كده 32 دولة زيارات في 32 دولة في العالم، علشان طول الوقت أنا عندي هم ازاي ان انت تبقى عقل جمعي محترم، ازاي تفيد وطنك، ازاي تبني للوطن. مش ان بس الفكره مش ان احصل على الجائزه. اولا الجائزه عندي حتى هي حجمها لا يتجاوز الخمس دقائق فرحه. انا باخد الجائزه وانزل من على المسرح احطها ورا ظهري افكر في الجائزه اللي بعدها، لان عاوز اعمل مشروع مهم جدا يحرك العقل الجماعي ويرفع الطموح المصري. ايه اهم ملامح المشروع ده؟ يعني هل ليك مثلا رساله معينه بتحاول توصلها في لوحاتك او في اعمالك الفنيه، تاكيد على فكره معينه او مبادئ بعينها؟ ايه ملامح المشروع؟ المشروع انا شايف ان مصر حجمها ثقافيا اكبر بكتير من الحجم الحالي ومن زمان. فانا عندي فكره طول الوقت انك انت بتاخد علشان تعطي، مش بتاخد وبس. يعني معظم الفنانين حوالين او المثقفين بشكل عام فكره الاخذ عندهم او الطلب على الاخذ اكتر من العطاء شويه. فانا فكره ان انت لا، لما تاخد لازم تبني، لان حواليك اجيال هتطلع، اجيال بتشوف سيرتك ومسيرتك. يعني الاجيال السيد درويش لما طلع في